لمزيد من المتابعة معنا هاتفيا دكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. أهلا بك معنا دكتور. يعني بداية، عدد من البرامج الرئيسية وعدد من البرامج الفرعية لحل مشكلة طبعا التضخم وضبط الأسعار، اطلعنا على هذه البرامج الفرعية والرئيسية. هناك العديد من البرامج الفرعية والرئيسية اللي انتهجتها الحكومة ووضعتها في نصب عينيها، باعتبار ان ملف الاسعار وملف السيطرة على التضخم من اولى اولويات القيادة السياسية، واللي تم تكليف الحكومة بها مباشرة لتكون اهم اولوياتها في الفترة القادمة. فعشان كده ومن هذه النقطة تحديدا استهدفت الدولة لعدة لهذا الملف بعدة قطاعات، بداية من زيادة المعروض من السير على الاستراتيجية اللي بتلامس المائدة المصرية واللي تعد هي السلة الأعظم في تأثير، أعظم تأثيرا في معدل التضخم اللي هو الأغذية والمشروبات، ودوت عكفت الدولة على زيادة المعروض من خلال المنافذ اللي انتشرت على مستوى الجمهورية، منافذ دائمة ومنافذ المتنقلة، وبتعاون كافة الوزارات بداية من وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص. من جهة أخرى طبعا اللي عكفت الدولة على زيادة المخزون الاستراتيجي من خلال السلع الاستراتيجية وزيادة المدى الزمني ليها لتتخطى 9 شهور للسلع الاستراتيجية، وده هيكون ليه طبعا عامل كبير جدا في عدم تعرض السلع الأساسية للأزمات السعرية أو تعرضها لتقلبات الأسعار الناتجة عن الأزمات السعرية العالمية. فالنهاردة من جانب آخر طبعا الدور الرقابي اللي انتهجته الدولة، وده كان دائما ما نطالب به، وهو طبعا عليه دور كبير ان هو القضاء على السياسات الاحتكارية اللي كان ليها دور كبير في الفترة الماضية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية الهامة زي السكر والزيت والرز وأعتقد بعض السلع الحاصلات الزراعية. فكل هذه الأمور بالتضافر الجهود، بالإضافة إلى ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من طروحات للحكومة من تطبيق أو استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقليل الفجوة ما بين المنتج والمستهلك، أعتقد أن ده كله قادر على خلق طفرة يكون لها إيجابيات، اللي احنا نصل بمعدل التضخم الى رقم احادي خلال العام القادم، وان احنا نشهد في الايام القليله او في الاجل المتوسط ان احنا نشهد في تراجع في متزامن في معدل التضخم. فاعتقد ان هي خطوات جديره بالاحترام. خلينا نقول برضو ان احنا بنقول اعمال الاسباب او اتباع الاسباب واستخدام التكنولوجيا في كافه الخطوات، بدايه من الخطوات الانتاجيه الى ان يتم تقليل الفجوه ما بين المنتج والمستهلك، وبنقول لخلق سلاسل قيمه تكون تعود بالنفع سواء على المنتج وتحقق له الربحيه او السعر العادل، وتعود بالنفع على المستهلك ان هو لا تحدث غلاء او مغالاه في الاسعار للسلع التي تحتاجها الاسره المصريه. نعم دكتور بهواشي، يعني هناك أيضا توقعات حالية بأن عام 2024 سيشهد انحسار للضغوط نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية، اطلعنا على هذه الجزئية بالتحديد. طبعا احنا خلينا نقول ان احنا الفتره الماضيه شهدنا السياسه احتكاريه سواء في السلع او في سوق الصرف، واللي تم التعامل مع الصرف الاجنبي باعتباره سلعه يتم المضاربه عليها، وده الدوله يمكن قدرت ان هي تقضي على السوق الموازي او السوق السوداء بما احدثته من اصلاحات في لجنه السياسات النقديه التابعه للبنك المركزي عن طريق تحرير سعر الصرف الاجنبي طبقا لآليات السوق. واللي شفنا فيه دلوقتي بعد هذه الخطوه تحديدا شفنا استقرار في سوق الصرف، وتقريبا تم القضاء نهائيا على السوق السوداء، وتم بقى في توفره في العمله الصعبه في البنوك المركزيه او في البنوك الرسميه للمتعاملين مع الدولار رسميا. فاعتقد هذه النقطه تحديدا قضت نهائيا على السلع اللي كانت متراكمه في الجمارك، واللي كانت يعني ليها السبب طبعا في تراجع عجله الانتاج من جهه وارتفاع الاسعار من جهه اخرى. وخلينا نقول ان هي كانت هي عامل الضغط على السوق على سوق الصرف، باعتبار ان كثير من المصدرين كانوا يلجاوا الى السوق السوداء لتوفير عملاتهم. فاعتقد النهارده هذه الخطوه الاصلاحيه في السياسه النقديه ليها دور كبير جدا في خلق حاله من الاستقرار، بالاضافه طبعا هي من ضمن السياسات اللي وضعتها الدوله بالتزامن مع الاجراءات اللي قلناها لزياده المعروض هنا. الاستقرار سعر الصرف دوت واستدامه الاستقرار دوت اعتقد ان خطوه جيده جدا بتكون ليها
ثمارها الإيجابية لخلق حالة من الاستدامة. طيب دكتور محمد، مع هذه السياقات الحكومة تعمل على وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، القيمة المضافة لهذه المناطق دكتور؟ طبعا هو نهج الدولة النهاردة أن هي خلق مناطق لوجستية، دوت الغرض منه في الأساس أن هي تقليل الفجوة ما بين المنتج إلى المستهلك، ودوت بيزيد طبعا بيزيل من التكاليف الكثيرة اللي كانت بتتحملها الحلقات ما بين المنتج والمستهلك، ما بين نقل وتخزين إلى ما بين بائع جملة إلى بائع تجزئة، فكل هذه الأمور بتسعى الدولة إلى تخليصها من خلال هذه المنافس، فأعتقد أن هي خطوة جيدة، بالإضافة أن كانت بيقول الدولة كانت ليها نهج اللي هي إنشاء البورصة السلعية، لكن ما كانتش بالشكل اللي كانت كنا نبغاه، فأعتقد النهاردة هذه الخطوات مع وجود الأزمات العالمية أعتقد في إحنا في أمس هذه أمس الحاجة ليها، وده طبعا بيقع ضمن نطاق الدولة أو ضمن نهج الدولة للسيطرة على الأسعار، فأعتقد إن المناطق اللوجستية والبورصة السلعية وانتشارها على مستوى الجمهورية بنظام لا مركزي أعتقد سيحقق نتائج سريعة تحجم من معدل التضخم اللي احنا ارتفع في فترة من الفترات وبنشهد فيه انخفاض، فأعتقد أنها ستؤتي أو ستسرع من النتائج الإيجابية لهذه الخطوات. دكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أشكرك شكرا جزيلا.